صباحكم بخير اخواني حضور اخواني المشاهدين. كفالة اليتيم 300 ريال، وقف اليتيم مكة المكرمة التابع لجمعية رؤوم، ويمكن شفتوا ما شاء الله ما قصروا اخواننا ابداح ونواف في تغطياتهم ان شاء الله وجهودهم، وصل لكم الصورة. ما عاد بقى الا 3 لمبات وما عاد بقى الا كم يوم. بادروا بادروا والله يجعلنا وياكم من اهل الجنة، تصدقوا واللي ما يقدر ينشر، والدال على الخير كفاعله، ولا انتم والله يبيض وجهكم على كل حال. يبيض الله وجهك وجهك يا ابو سعود.